السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا حي 24 فيفري كوشا، حي تجاري صحيح. ودي الشارع هذا مضرورين فيه ياسر ياسر ياسر، كي جينا الشتاء نضروا ياسر، عندنا الماء يدخل لحوانت وشوف الحفر، رانا مضرورين ياسر. يا السلطات تلقاونا حل، تلقاونا حل، وان شاء الله ودي مع البلدية الجديدة هذه ان شاء الله يلقاونا حل. رانا والله كي جينا الشتاء والله ما نقدروا نفتحوا ولا نبيعوا ولا ذاك المشي، ما نقدروش نمشوا، رانا في واد تلقاونا حل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشارع التجاري وحي الكوشا، حي عريق، وحنا كي تشوف هذا الشارع تاعنا كبار هموسي، حاول ما كي جينا في شتاء والله قلنا حسن المحلات تاعنا يدخلنا الدخل، وحابين نخدموه، ماذا بينا هذا الشارع يتخدم بخدمه زينه، والسلطات المحليه تنظر لنا بعين الاعتبار. عندنا قدام مراسلة معاهم ونجروا معاهم، ما قالنا والو، مازال ما خدمنا والو، حنا نشوفوا في الحي كبار هموسي. عندنا محلات تجاريه ومعرضين الامطار تدخل لنا المحلات. نحن ننتظروا كل مرة يقولون لنا بعد معاد وعود، حنا نستناو إن شاء الله ما يكون جديد مع البلدية الجديدة هذه، ولا نستناو ما يخدمونا على الأقل تابي ولا يقولوا شارعك تشوف كلام موسى وهذه. يبارك الله فيك.